أنفسنا وسيئات ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإن علم الإيمان هو أشرف العلوم، لأن به يعرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته وجميل أفعاله، وبه يعرف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميل خلاله وكريم خصاله، وبه يعرف دين الإسلام العظيم، وعليه فهو أشرف العلوم. وإذا كانت أهمية العلم بقدر ما يجلبه العلم لمتعلمه من فائدة وما يدفعه عنه من ضر، فإن علم الإيمان هو أهم العلوم، لأنه بعلم الإيمان يجلب الإنسان لنفسه السعادة والفوز في الدنيا وفي الآخرة، ويدفع عن نفسه به الخسران المبين والخزي العظيم في الدنيا وفي الآخرة، وعليه فعلم الإيمان هو أشرف العلوم وهو أهم العلوم. وقد وعد الله رب العالمين المؤمنين به موعودات شتى في كتابه العظيم، فوعد الله رب العالمين المؤمنين النصر، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ووعد الله رب العالمين المؤمنين الولاية، فقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ووعد الله رب العالمين المؤمنين الهداية، فقال جل وعلا: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ووعد الله رب العالمين المؤمنين التمكين في الأرض والاستخلاف فيها وتبديل الأمن خوفا، فقال جل وعلا: وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ووعد الله رب العالمين المؤمنين الرزق الطيب، ولا يعني بالطيب أن يكون كثيرا، ولكنه من حلال لا شبهة فيه، فقال جل وعلا:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ووعد الله جل وعلا المؤمنين العزة، فقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله رب العالمين المؤمنين في الدنيا بموعودات شتى، كثيرة هي جدا تلك الموعودات التي وعد الله رب العالمين بها المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة فوعد الله رب العالمين الذي لا يتخلف للذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد عظيم حقا، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهذا وعد الله رب العالمين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات في الآخرة، أن يدخلهم الله جل وعلا الفردوس الأعلى. والفردوس في لغة العرب هو الشجر الكثير الملتف، وأكثر ما يطلق على العنب منه خاصة. وأما هو في لسان الرومي فهو البستان عامة. فوعد الله رب العالمين المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن يدخلهم الفردوس نزلا، أي مكانا معدا كما يعد النزل الذي ينزل فيه الضيف بما يهيأ للضيف من إكرام وتوسعة من طعام وشراب ومفروش. فعد الله رب العالمين الفردوس الأعلى للمؤمنين الذين عملوا الصالحات لا يبغون عنها حولا، لما هم فيه من النعيم والسعادة لا يبغون تحولا عما أنزلهم الله فيه من هذا الإكرام العظيم بإدخال الفردوس الأعلى. وأما أي منزل في هذه الحياة مهما أعددته ومهما حسنته ومهما أنفقت عليه وزخرفته، فإنك ما تقيم فيه إلا يسيرا من الدهر وقليلا من الزمان، ثم تصد عنه النفس ويتمنى الإنسان لو تحول إلى ما سواه. وأما جنات الفردوس فإن الذي ينزلها لا يبغي عنها حولا أبدا. فالإيمان بالله رب العالمين عليه هذه الموعودات العظيمة في الدنيا وهذه الموعودات العظيمة في الآخرة، فاللهم اجعلنا من المؤمنين الكمل الخلص الكملة برحمتك ومنتك، وأنت أرحم الراحمين. ومن أجل ذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما أراد أن يدعو ربه تبارك وتعالى واجتهد في الدعاء قال: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. وإذا ما اجتهد في الحلف والقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الأصحاب عليهم الرضوان يجتهدون في زيادة الإيمان، فكان أحدهم إذا لقي أخاه في طريق قال له: اجلس نؤمن ساعة، أو يقول له: هيا بنا نؤمن ساعة، أو يقول له: اجلس نبكي على علم الله فينا. فكانوا يجتهدون في زيادة الإيمان وفي تحصيله بعلاماته. وكذلك الشأن عند أهل السنة والخير في قواعدهم أن الإيمان قول وعمل، وقول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. فأما زيادة الإيمان فقد دل عليها كثير من آيات الله رب العالمين ومن أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا،
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه حكمة الله رب العالمين في خلقه أن يكون المثل المضروب واحدا فيحدث آثارا متباينة عند المتلقين. كما ينزل الله رب العالمين المطر من السماء على التربة الواحدة فتخرج النبات الذي يكون مرا علقما فما تخرج الأرض الحنظلاء وبجوار حبة الحنظل يكون هناك ما يمكن أن يكون من أطيب الطيب بفضل الله رب العالمين. كذلك يجعل الله رب العالمين آياته وأمثاله سبحانه وتعالى المضروبة في القرآن العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيزيدهم الله رب العالمين بهذا المثل المضروب بالبعوضة إيمانا. وأما الذين كفروا فيتمردون على أمثال ربهم تبارك وتعالى ولا يزيدهم المثل إلا وهنا على وهن وكفرا على كفر ومرضا على مرض. نسأل الله السلامة والعافية. المؤمنون هم الذين آمنوا بالله رب العالمين إلها وخالقا ورازقا وعفوا ومعبودا لا يعبدون سواه ولا يشركون به شيئا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لأن الله رب العالمين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله عز وجل يزيد أهل الهدى هدى من بعد هداهم هدى فوق هدى. وأما أصحاب الرجس فتزيدهم آيات الله رب العالمين رجسا فوق رجسهم ومعه. نسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان يزيد وينقص كما دلت على ذلك آيات القرآن العظيم وكما دلت أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فما بين الاعتقاد الجازم بالقلب وما بين النطق بعد ذلك باللسان والعمل بالأركان وهو مضمون الإيمان في أعلى مراتبه، ما بين الاعتقاد الجازم بعمل القلب وقوله لأنه لا إله إلا الله نطقا باللسان وعملا بعد ذلك بالأركان في أعلى قمة، ثم إماطة الأذى عن الطريق، شعب متفاوتة كما بينها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحياء بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فانظر يا هداك الله إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما بين لنا النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا وجد غصن شوك على طريق فنحاه حتى لا يؤذي المسلمين أو حتى لا يؤذي المارة على تلك السبيل، فشكر الله رب العالمين له فأدخله الجنة. وبغي بني إسرائيل أخبر عنها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لما سقت الكلب وقد دار بخللها يقينا على الله ربها ورحمة تفجرت من حنايا فؤادها ومن أعماق صدرها أنه قد بلغ العطش والجهد بذلك الكلب ما كان بلغ منها، فسقت الكلب فشكر الله رب العالمين لها فغفر لها. وأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من هوامها ودوابها التي تقوى وتقدر عليها تلك القطة،
فالإيمان يزيد وينقص كما بين لنا ربنا جل وعلا وكما بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسباب زيادة الإيمان مما ينبغي أن يحرص عليه العبد جدا، وهي على أمرين مجمل ومفصل. فأما أسباب زيادة الإيمان المجملة فتنقسم إلى قسمين. فأما القسم الأول من المجمل من أسباب زيادة الإيمان فالتدبر والتأمل في آيات الله رب العالمين المتلوة، والنظر في كتاب الله رب العالمين النظر الذي يحدث التدبر والذي يورث الفهم والفقه لكلام الله رب العالمين. وأما الأمر الثاني فالتأمل في آيات الله رب العالمين المرئية، والنظر في خلق السماوات والأرض وفي رفع الجبال وفي إجراء الأنهار وفي تفجير البحار وفي إزجاء السحاب وفي خلق الأناسي لا يتشابهون أبدا مهما كثر عددهم بل يختلفون جدا فيما بينهم، وفي خلق الله رب العالمين للمخلوقات على تنوع أصنافها وعلى اختلاف ضروبها وعلى تلون فئاتها لا تتشابه بحال أبدا، بل كل ذلك يخلقه الله رب العالمين بقدرته وهو على كل شيء قدير. فهذا أمر مجمل إذا ما تأمل الإنسان فيه بحق زاده الله رب العالمين إيمانا على إيمانه، أن ينظر في كتاب الله رب العالمين نظر تأمل ونظر تدبر يورث فقها وفهما، ويتأمل الإنسان في الأمثال المضروبة في كتاب الله رب العالمين، فإذا لم يفهم المثل فليبكي على نفسه لأنه إنما هو من الجاهلين لا من العالمين، كما أخبر عن ذلك رب العالمين في كتابه العظيم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا نظر الإنسان في مثل من أمثال كتاب الله رب العالمين ثم لم يعقله ولم يفقهه ولم يفهم فليعلم يقينا أنه ليس من العالمين، وإذا لم يكن من العالمين فهو من الجاهلين يقينا، لأن القائل هو ربنا سبحانه. نسأل الله أن يجعلنا من العالمين لا من الجاهلين، إنه هو العليم الحكيم. وأما الأمر المفصل أو الأمور المفصلة التي إذا ما حصلها الإنسان زاد إيمانه على يقينه بفضل الله رب العالمين فهي كثيرة جدا. فأما أعلاها وأعظمها فهو معرفة الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، بل إن الله رب العالمين ما جعل الخلق والأمر إلا ليعرف سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة أنه خلق سبع سماوات ومن فيهن، وخلق سبع أراضين ومن فيهن، وجعل الأمر يتنزل بينهن، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله رب العالمين أن الخلق والأمر إنما هو لكي يعلم الناس إحاطة الله رب العالمين بخلقه وقدرة الله رب العالمين على مصنوعاته التي صنعها، بل قدرة الله رب العالمين التي لا حد لها. فإذا ما علموا ذلك أورثهم ذلك حبا لله رب العالمين وتعظيما لأمر الله رب العالمين، فأحدث لهم ذلك عبودية لله رب العالمين، وهذا الذي من أجله خلق الله رب العالمين الخلق، بل خلق الله رب العالمين الخلق وأنزل الأمر بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع للخلق ووضع المنهاج الحق لكي يسير عليه الناس في هذه الحياة، فهذا هو الأمر الشرعي. وأنزل الأمر الكوني الذي به يقيم الله رب العالمين مصالح الكوائن التي كونها الله رب العالمين في الحياة، جعل الله رب العالمين الأمر شرعيا وكونيا، أنزله سبحانه وتعالى. وخلق الله رب العالمين سبع سماوات ومن فيهن وسبع أراضين وما فيهن، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
فمن أجل معرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما، ومع القدرة والعلم تتفجر الأسماء والصفات لله رب العالمين بما لا يحصيه إلا الله رب العالمين وحده. بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلله من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين وحده. أسماؤه سبحانه وتعالى الحسنى التي بلغت في الحسن المنتهى الأعلى، فلا حسن أعلى منها بحال أبدا. هذه الأسماء وهذه الصفات من أجلها خلقنا الله رب العالمين وأوجدنا في هذه الحياة لنتعرف على الله رب العالمين بها، ومن أجلها أنزل الله الأمر بين السماوات والأرض، ومن أجلها من خلق الأجر الخلق والأمر، من أجل ذلك كانت العبادة لله رب العالمين خالصة. فهذا أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم لأنه من أجله خلق، فإذا ما تدبر فيه وإذا ما تأمله أورثه إيمانا يجد حلاوته في قلبه إلى يوم يلقى ربه تبارك وتعالى. فاللهم زدنا إيمانا ويقينا وأنت أنت البر الكريم. وقد أخبرنا النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل من أحب صفات الله رب العالمين، فقد أخرج البخاري في صحيحه مرفوعا عن عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فجعل عليها رجلا فكان يصلي بهم، فإذا ما صلى بهم المكتوبة التي يجهر فيها قرأ الفاتحة والسورة ثم ختم بقل هو الله أحد، لا يحيد عن ذلك مع مراجعة أصحابه له. فلما رفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سلوه لما يفعل ذلك، فلما سئل قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. وأخرج البخاري تعليقا مجزوما به عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي موصولا وهو صحيح إن شاء الله رب العالمين، وطريق الترمذي هو طريق محمد بن إسماعيل أو محمد بن إسماعيل لأن التنوين لا يكون مع الإضافة، هو طريق محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه عن أنس رضي الله عنه أنه كان في مسجد قباء رجل يصلي بالمسلمين الذين يصلون فيه، فكان إذا أراد أن يصلي بهم واستفتح التي يجهر بها قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ثم أتى بما شاء بعد ذلك من القرآن، فراجعوا فقالوا يا فلان نراك لا تجزئك قل هو الله أحد، فإما أن تأخذ بها وحدها وإما أن تأخذ بغيرها. قال لا أدعها أبدا، فإن قمتم علي ذلك فالتمسوا من يصلي بكم غيري، وكانوا يعدونه أفضلهم فكرهوا أن يعمهم غيره، فرفعوا أمره بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا فلان ما لك لا تنزل على حكم أصحابك؟ فقال يا رسول الله إني أصلي بها لأني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله يحبك لحبك إياها. فانظر إلى فضل هذه السورة العظيمة التي اشتملت على صفات الله رب العالمين، وانظر إلى محبة العبد لصفات الله رب العالمين كيف يكون مردودها من قبل الله رب العالمين، محبة من الله رب العالمين لمن يحب صفاته، ثم إدخال له الجنة وهي الفوز الأعظم بفضل الله رب العالمين، وهي الرضوان الأكبر من عطاء ربنا جلت قدرته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى قال رجل
لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فلانا كان يصلي البارحة، وهناك زيادة في رواية أخرى كان يقوم الليل بقل هو الله أحد يرددها. فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الرجل الذي سمعه يرددها في صلاته بالليل كأنه يتقالها، يعني يعدها قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وهي صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قوله والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، فهذا كلام النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته هي أكبر باب للدخول على زيادة الإيمان وعلى تحصيل اليقين. وإذا لم يعرف الإنسان ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى فإنه لا يكون عابدا لله رب العالمين بحق. والله جل وعلا جعل في القرآن العظيم سرا عظيما من أكبر أسرار القرآن العظيمة الكبار، سر يتجلى إذا ما نظرت في كتاب الله رب العالمين متدبرا، وذلك أن الله رب العالمين يعرض علينا سبحانه وتعالى صفاته تبارك وتعالى من خلال آيات القرآن العظيم، فيتبدى لنا ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته في القرآن العظيم. فأحيانا تقرأ في القرآن العظيم متدبرا آيات بها صفات الجمال وصفات الكمال، فيحدث ذلك لك في قلبك محبة وشوقا إلى الله رب العالمين. إن الإنسان لا يعجب أحيانا إذا قال رجل ذكرت ربي، يقول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر من نسيته، أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، وكم أحيا عليك وكم أموت. فالإنسان إذا ما ذكر ربه تبارك وتعالى فإن الذكر لا يكون إلا عن نسيان، ولذلك يقول القائل عجبت لمن يقول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر من نسيته. فإذا ما تأمل الإنسان في آيات صفات الله رب العالمين التي تحمل لنا صفات الجمال والكمال أورث ذلك القلب محبة لله رب العالمين وإقبالا على الله رب العالمين. وأحيانا يتبدى لنا الله رب العالمين من خلال صفاته في كتابه تبارك وتعالى بصفات الهيبة وصفات الجلال التي أثبتها لنفسه الواحد القهار، وعند ذلك يماس ويمحي ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتخضع الأعناق لله رب العالمين، وتنكسر القلوب لهيبة وجلال رب العالمين، وعند ذلك تنكسر الأعناق وتنحني فلا تسمع إلا همسا من جلال الله رب العالمين. وأحيانا يعرض علينا القرآن العظيم من صفات الله رب العالمين ما يتعلق بكفاية العبد وضمان الرزق له في الأزل والأبد بما كتب الله رب العالمين ذلك سلفا قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وعند ذلك يحدث التوكل في القلب على الله التي تدل على جليل علمه وكمال صنعته في خلقه سبحانه، وعند ذلك يستشعر الإنسان بالرجاء في ربه وفي سيده ومولاه. سر عظيم من أسرار القرآن الحكيم أن الله رب العالمين يعرض علينا صفات الله رب العالمين التي يتبدى فيها ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى على هذه الأمور التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن لله رب العالمين من الأسماء والصفات ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين وحده، ومع ذلك فلا ينبغي لعبد أن يسمي الله رب العالمين ولا أن يصف الله رب العالمين إلا بما سمى به نفسه
ووصف به نفسه أو سماه به نبيه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه تعلم إلحاد الذين يصفون الله رب العالمين بأنه الفنان الذي أبدعت ريشته تلك المخلوقات ولونت في صفحة الوجود بألوان الوجود الزاهيات تلك الزهور اليانعات إلى أمثال هذه الموهومات المتوهمات من الخيالات الشعريات التي لا تصح في وصف الله رب العالمين بوصف لا يليق بحال. ومنه تعلم خطأ الذين يصفون الله رب العالمين أو يسمونه بأنه هو المهندس الذي أبدع هذا الكون وأحسن تنظيمه. من المعلوم أن أسماء الله رب العالمين وصفات الله رب العالمين توقيفية نقف فيها عند حدود ما أخبر به الله رب العالمين في كتابه أو أخبر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. وأما الذين يلحدون في أسماء الله رب العالمين فهؤلاء الذين يسمون الله رب العالمين بما لم يسم به نفسه أو الذين ينكرون ما سمى الله رب العالمين به نفسه أو يحرفونه عما وضعه الله رب العالمين من معنى ومن مفهوم ومضمون للفظ الذي سمى به نفسه أو سماه به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الذين يلحدون في أسمائه تبارك وتعالى هم الذين يشبهون الله رب العالمين بخلقه، وأيضا هم الذين يشتقون لمعبوداتهم من أسماء الله رب العالمين كما كان الكفار الأقدمون يصنعون عندما سموا العزى اشتقاقا اسما لصنمهم من العزيز، وسموا اللات في قول مأخوذا من اسم الإله وهو لله الواحد القهار. فهذا إلحاد في أسماء الله رب العالمين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا باب الفهم في أسمائه وصفاته، وأن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا يقينا، وهو البر الكريم الجواد الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم عظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل للذين يؤمنون ويعملون الصالحات جنات الفردوس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أحمد والترمذي المروي عندهما من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأعلاها وأوسطها الفردوس، وفوق ذلك عرش الرحمن، ومنه أي من الفردوس تتفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فإذا سألتم الله الرضا، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فهذا الفردوس الذي أعده الله رب العالمين للذين آمنوا وعملوا الصالحات وأعلى درجة في الجنة. وإذن فأنت أيها العبد أمام عقبتين، فأما العقبة الأولى فهي أن تنجو من النار وتدخل الجنة، وهي عقبة كؤود شديدة جدا، معضلة بحق، عسيرة إلا على من يسرها الله رب العالمين عليه، وهي أيضا لا تكون إلا لأهل الإيمان كما أخبر الرحيم الديان، نسأل الله أن يمن علينا به. فهذه العقبة الأولى هي أول ما يعترضك في سبيل سيرك إلى الوصول إلى جوار ربك في جنة الخلد في الفردوس الأعلى منها. وأما العقبة الثانية
هي تتبدى لك إذا ما دخلت الجنة، ولا عقبة في الجنة بحال، ولكن الذين فتح الله رب العالمين عليهم ظاهرا وباطنا، وأنار الله رب العالمين بصائرهم، وأشرقت شمس الهداية في حنايا قلوبهم ومن خلال أضلاع أرواحهم، فهؤلاء يتنافسون في الجنة التي جعلها الله رب العالمين على هذا الوصف المعجب العجيب الذي ساقه الحب الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فالذين يكونون في الفردوس الأعلى هؤلاء هم في أعلى الجنة، لأن سقف الفردوس الأعلى هو عرش الرحمن الرحيم، فهؤلاء في أكرم جوار قط مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفيه المقام المحمود، مقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد المقام المحمود الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى وبالشفاعة العظمى في الموقف الأكثر الأغر، ثم بعد ذلك ينزل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة ينبغي أن لا تكون إلا لعبد، وإنه ليرجو أن يكون هو هو ولا يكون إلا هو إن شاء الله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه العقبة تعترضك في سبيل سعيك في جوارك لله رب العالمين. إذا ما أكرمك الله رب العالمين فزحزحت عن النار وأدخلك الجنة، فإن الشأن لا يكون أن تدخل فقط، وإن كان فوزا عظيما كما أخبر الله رب العالمين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأما الفردوس الأعلى الذي جعله الله رب العالمين للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمما ينبغي أن يتنافس فيه الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الفردوس الأعلى جعله الله رب العالمين للذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله عز وجل جعل مقامهم وجعل جوارهم في أعلى مقام وفي أكرم جوار، فعلينا أن نحصل الإيمان بأسبابه، وأوليات تحصيل الإيمان بأسبابه أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأن يتأمل الإنسان في مدلول أسماء الله رب العالمين وفي مدلول صفات الله رب العالمين. وأسماء الله رب العالمين أعلام وأوصاف، فهي من حيث ما دلت عليه من قبل الذات فهي أعلام، وهي على ذلك تكون مترادفة لا تباين فيها ولا تغاير، لأن السميع هو البصير، ولأن الحي هو الكريم. فإذا ما دللت على الذات فأنت تدل بالعلم، فهي أعلام جميعا تدل على ذات واحدة مترادفة تلك الأعلام. وأما ما دلت عليه تلك الأعلام من المعاني فإنها تكون صفات بهذا الاعتبار، وهي متباينة متغايرة، لأنه من حيث المعنى لا يمكن أن يكون السميع هو البصير من حيث المدلول، بل السميع الذي يسمع أخفى ما يكون من الأصوات، كما قالت عائشة رضوان الله عليها في الصحيح: سبحان من وسع سمعه الأصوات جميعا. إن المجادلة لتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله في زاوية الحجرة، والله ما أسمع من كلامها حرفا. فأنزل الله رب العالمين قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فسمع الله رب العالمين مناجاة المرأة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في زاوية الحجرة، وعائشة رضوان الله عليها تقسم أنها ما سمعت من مناجاة المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا. وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت فيها عائشة رضوان الله عليها، مهما مددت يديك على سعتهما فإنك تبلغ طولها وعرضها
حفظها وارتفاعها معه فهي ضيقة جدا. ومع ذلك فإن عائشة تقول رضوان الله عليها: والله ما أسمع من كلامها حرفا، والله جل وعلا يقول: والله يسمع تحاوركما. فالله جل وعلا يسمع هذا الخطاب وهذا الحوار، ويسمع الله رب العالمين النجوى، وما هو أخفى من النجوى يعلمه. هذا الكلام الباطن الذي يدور في خاطر الإنسان، والذي ينبغي أن ينزه الإنسان قلبه عن خواطر السوء فيه، مهما دار في قلب الإنسان ومهما اعتمر في ضمير الإنسان وفي عقله، فالله رب العالمين يعلمه، ولم يحدث به الإنسان نفسه، ولم تسمعه أذناه، ولكن الله رب العالمين يعلمه، والله رب العالمين يسمعه. فالمعنى للسميع يكون كذلك صفة لله رب العالمين بإثبات صفة السمع لله رب العالمين. وكذلك الله جل وعلا يرى كل ما هو في هذا الكون من مخلوق، وما من ذرة في هذا الوجود إلا والله رب العالمين يراها ويعلمها، ولا تتحرك ولا تسكن إلا بأمر الله رب العالمين. فاسم البصير هكذا إذا ما أردت به الدلالة على الذات فإنه يتطابق ترادفا مع اسم السميع، وأما إذا ما أردت المعنى الذي يدل عليه فهو مغاير لما دل عليه السميع. فاسم البصير سوى اسم السميع ومغاير له من حيث الدلالة، فهو وصف في تلك الحال. وأنت مهما تدبرت في القرآن العظيم وتأملت في صفات الجمال والجلال والكمال والقدرة والعظمة والهيبة والرواء والبهاء والكمال العظيم الذي أثبته الله رب العالمين لنفسه في محكم التنزيل، مهما تدبرت في كتاب الله رب العالمين من هذا المنظور، أراك القرآن العظيم إلها قاهرا قادرا، مقيتا على كل شيء قدير، مستوي على عرشه من فوق 7 أرقعة، يدبر الأمر ويفصل فيه، وينزل الكتب ويرسل الرسل، ويحكم الأمر ويفصل فيه، ويدبر أمر الخلائق أجمعين. والله رب العالمين مهما تدبرت في آيات صفات جماله وكماله وقدرته وجلاله وهيبته في القرآن العظيم، أردك من خلال ذلك إلها قادرا محتكما يسمع السر وأخفى ويبصر خلقه أجمعين، وما من ورقة تسقط إلا بعلمه، وما من ذرة تتحرك إلا بقدرته وإلا بمشيئته وإلا بإرادته. فرأيت إلها قادرا مقتدرا على كل شيء قدير، فعليك أن تدخل على زيادة الإيمان وعلى المعرفة بالله رب العالمين من هذا الباب الوسيع، باب المعرفة بالله رب العالمين. وباب المعرفة بالله رب العالمين لا ينفتح لك، مغلق هو في وجهك، مرتج هو عليك، لا تستطيع أن تنفذ منه إلا إذا علمت أسماء الله رب العالمين ومدلولاتها، وعلمت صفات الله رب العالمين ومعانيها. إذا ما علمت الأسماء والصفات انفتح لك باب المعرفة بالله رب العالمين، وأما قبل ذلك فلن تكون عارفا لله رب العالمين أبدا. لا أقول لن تكون عارفا لله بحق، بل لن تكون عارفا لله رب العالمين أبدا. لن تكون عارفا لله رب العالمين وبه إلا إذا علمت أسماء الله رب العالمين بمدلولاتها وقواعدها وما اشتملت عليه. وكذلك إذا عرفت وعرفت صفات الله رب العالمين وعرفت المعاني التي تدل عليها الصفات، وأنت إذا ما أردت أن تؤمن بأسماء الله رب العالمين الحسنى، فأركان الإيمان بأسماء الله رب العالمين هي أن تثبت ما أثبت الله رب العالمين لنفسه، ثم أن تؤمن بما دل عليه الاسم أو الصفة التي وصف الله رب العالمين بها نفسه، ثم أن تؤمن بعد ذلك بالآثار التي يترتب عليها إيمانك بمدلول الاسم الذي آمنت به. فأنت إذا آمنت باسم الله رب العالمين الرحيم، أو أردت أن تؤمن باسم الله الرحيم، فعليك أن تثبت الاسم لله رب العالمين، فتؤمن بأن الله رب العالمين من أسمائه اسم الرحيم، ثم أن تؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة، وهو أن الله رب العالمين ذو رحمة واسعة،
يرحم الله رب العالمين من يشاء ويحجب الله رب العالمين رحمته عمن يشاء. ثم عليك بعد ذلك أن تؤمن بمتعلقات هذه المعاني التي اشتمل عليها الاسم الذي آمنت به من أسماء الله رب العالمين، وذلك أن رحمة الله رب العالمين يرحم بها من يشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، إلا أنه لا يكتبها إلا الذين يتقون، فاللهم اجعلنا منهم أجمعين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الإيمان بأسماء الله رب العالمين وصفاته هو أعظم باب يزيد به الإيمان بالله رب العالمين، فعليكم عباد الله أن تحرصوا على معرفة أسماء الله رب العالمين وصفات الله رب العالمين، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا في الحديث المتفق على صحته مما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحصاها، فللعلماء فيه أقوال، فيقول العلماء أحصاها يعني عدها وحفظها، فهو إحصاء وعدد، فهذا قول. وأما القول الثاني فإن العلماء يقولون أحصاها يعني فهم معانيها وما تدل عليه. وأما القول الثالث فإنهم يقولون تعبد لله رب العالمين بمقتضى تلك الأسماء التي أخبر عنها رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شئت الصواب فإن إحصاء أسماء الله رب العالمين الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقا وسبيلا إلى جنة الرضوان إن شاء الله رب العالمين، هذا الإحصاء يشمل هذه الأمور الثلاثة على سبيل الترقي وعلى سبيل المراتب لا على سبيل الإفراد، فأنت تعرفها وتحصيها عددا، ثم بعد ذلك تفهم معانيها وما دلت عليه، ثم بعد ذلك تتعبد لله رب العالمين على مقتضاها، كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأما دعاء المسألة فهو أن تقدم إذا ما أردت أن تدعو الله رب العالمين باسم وصفة لله رب العالمين تتناسب مع ما تدعو الله رب العالمين به. فإذا أردت أن تدعو الله رب العالمين أن يرحمك تقول: يا رحيم ارحمني. وإذا دعوت الله رب العالمين أن يغفر لك فإنك تقدم اسمه الغفور بين يدي الدعاء، وقس على ذلك: يا حفيظ احفظني، يا عليم علمني، يا رحيم ارحمني، يا غني أغنني. فهكذا يكون دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو أن تراقب الله رب العالمين في مدلول الاسم ومدلول الصفة، فأنت إذا ما آمنت باسمه السميع فإنك لا تلفظ بالكلمة التي تسوء، لأنك تعلم أن الله رب العالمين يسمع جهرك ويسمع همسك ونجواك، بل يعلم سرك وما تخفيه في حنايا ضميرك وفي سويداء فؤادك، فعند ذلك يحدث لك مراقبة وحياء لله رب العالمين ومنه. وكذلك إذا آمنت باسمه البصير وإذا آمنت باسمه القادر أورث ذلك قلبك خشية لله رب العالمين، وإذا آمنت باسمه الغني سبحانه وتعالى فإن ذلك يورثك قناعة تتعبد بها لله رب العالمين إذا جعل يدك لا تطول ونفسك تتردد بين أن تقبل على الدنيا وأن تدبر عنها، فبين الشد والجذب يأتي الإيمان باسم الله تبارك وتعالى الغني وباسمه تبارك وتعالى الحكيم، فتعلم أن هذا المنع لم يكن إلا عن حكمة، وأن العطاء لا يكون إلا لحكمة، فترضى بما قسم الله رب العالمين له. عباد الله، إن الإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله رب العالمين فله في الدعاء مراتب ينبغي أن يراعيها في الدعاء لله رب العالمين إذا ما سأل الله رب العالمين حاجته. فمن الدعاء ما يكون بذكر أسماء الله رب العالمين وصفاته، فيقدم الأسماء والصفات ويسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ثم أن يسأل الله رب العالمين حاجته،
ثم أن يأتي بعد ذلك بما يقدمه من انكسار وذل بين يدي الله رب العالمين. وهذه عامة أدعية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت على هذه السبيل. وهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصديق الأكبر لأبي بكر رضوان الله عليه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فهذا حال السائل، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فهذا حال المسؤول، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فسأل حاجته وذكر اسم الله رب العالمين الغفور والرحيم وتوسل إلى الله رب العالمين بصفاته. فكذلك ينبغي أن يكون الدعاء إذا ما أراد الإنسان أن يدعو الله رب العالمين. عباد الله، إن الإيمان إذا ما أردت زيادته فلزيادته أسباب، أعظمها أن تدخل على الله رب العالمين من باب المعرفة بالله رب العالمين. وباب المعرفة لا ينفتح لك على مصراعيه إلا إذا عرفت الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا هذا الباب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، إنك أنت البر الكريم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا وعاف آباءنا، وعافنا وعاف أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد أزواجنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة، فانك لا يعجزك شيء وانت على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا ارحم الراحمين. اللهم خذ بايدينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك، واغفر لنا وارحمنا وانت ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العافيه، ونسالك كمال العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك تمام العافيه، ونسالك دوام الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن شماتة الأعداء، ومن سوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين في الفردوس الأعلى يا كريم. اللهم ألحقنا بالصالحين في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول في
فاتبعوا أحسنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا فيمن هدى، وأن يعافينا فيمن عفى عنه سبحانه وتعالى وعافاه، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر بفضله ورحمته وقدرته وعلى كل شيء قدير. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم عباد الله بذلك المشروع العظيم الذي تقوم عليه الجمعية الشرعية، التي هي حسنة من حسنات الإمام الكبير محمود الخطاب السكري رحمة الله عليه. وهذه الجمعية المباركة تقوم الآن بهذا المشروع الذي يرعى الأيتام ويكفلهم بفضل الله رب العالمين، وهو فضل كفاية في كل مكان من ديار المسلمين فيه يتيم، فينبغي على المسلمين في ذلك المكان الذي فيه يتيم أن يكفلوه وأن يراعوه حق الرعاية، وإلا فهم جميعا من أهل الإثم ومن أهل الظلم الذي يعاقب عليه الله رب العالمين دنيا وآخر. علينا أن نجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في مشروع كفالة الطفل اليتيم، والكفالة ما هو معلوم بحضراتكم، وهذا من باب التذكير إن شاء الله تبارك وتعالى. تكفل طفل بدفع 10 جنيهات في كل شهر، ولكن ينبغي أن تداول ما استطعت، لأن هذا يصل إلى أناس بزواتهم بأعيانهم، إلى فلان ابن فلان إلى هذا اليتيم، فهذا يصله على سبيل الدوام في كل شهر. فإذا قطعت أنت رفدك وما تمده به من هذه المعونة اليسيرة، فإن هذا يؤثر فيه، وإلا فمن أين تحصل الجمعية أو يحصل الفرع الذي يقوم على توصيل الأموال، أموال الكفالة إلى الأيتام، من أين يحصل على ما يعطي لهؤلاء الأيتام؟ فهذا يكون على سبيل الدوام، أمر يسير. ويمكن أن تكفل الطفل اليتيم دافعا المبلغ كله لمدة عام، يعني يمكن أن تدفع 120 جنيه مرة واحدة، أو إذا كفلت أكثر من ذلك فتضرب في العدد إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك أمر آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن كثير من الناس يريدون أن يضروا آباءهم وأمهاتهم بعد موتهم، وكثير من هؤلاء الناس يصنعون أشياء لا يصل ثوابها لا آبائهم ولا أمهاتهم، لأن يعني بر الآباء والأمهات من بعد الموت أمر دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تصل من كانوا يصلونه، وأن تزور من كانوا يزورونه، وأن تحب من كانوا يحبونه، فهذا برك إياهم بعد مماتهم مع الدعاء لهم والصدقة عليهم بفضل الله رب العالمين. ولكن كثير من الناس لا يستطيعون أن يعرفوا السبيل التي بها يضرون آباءهم وأمهاتهم بعد موتهم، فتجد واحد من هؤلاء يصنع طعاما من لحم وثريد، ثم يأتي ببعض حملة القرآن أو ممن يتشبهون بحملته وليسوا بحملته على الحقيقة، فيأتي هؤلاء فيتحلقون حلقة، ثم يقوم قائمهم قارئا ياسين أو غيرها من سور القرآن العظيم، ويقول هذا يصل ثوابه إلى، ثم يأكلون الثريد ويأكلون اللحم أو يأكلونه في مخلاتهم منصرفين، فنسأل الله العافية والسلام. هذا ليس السبيل، أن العلماء قد اختلفوا في هل يصل ثواب القراءة إلى الأموات أم لا يصل، هذا أمر. الأمر الثاني، أن هذه الطريقة المبتدعة لا يمكن أن يأتي منها خير بحال أبدا. أن تستطيع أن يضر الإنسان أباه أو أمه بعد موتهما بأن يكفل باسمهما، ليس باسمهما الظاهر إنما بنيته الباطنة لله رب العالمين، يعني يدفع 10 جنيهات في كل شهر وفي نيته أن هذه عن أبيه المتوفى أو عن أمه المتوفى، فهذا يصل ثوابه بفضل الله رب العالمين في أعظم باب، وهو رعاية الأيتام، لأن رعاية الأيتام باب من أعظم أبواب الخير على الإطلاق، لأن الله تبارك وتعالى جعل الذي يكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم في أول الخصال، فمفهوم النص أن الذي لا يدعو اليتيم لا يكذب بالدين، يقول الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فالله تبارك وتعالى جعل داعي اليتيم والدع هو الدفع من الظهر من الخلف بقسوة وجفاء، فيأتي الإنسان اليتيم يدفعه من كتفيه أو من بين كتفيه في ظهره دفعا عنيفا مؤلما أو غير مؤلم، ولكنه يدفعه من ظهره من خلف دفعا عنيفا، فهذا دع اليتيم وزجره وطرده، فهذا لا يفعله من يؤمن بالدين أي بيوم الجزاء،
يوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن الذي لا يدع اليتيم وإنما يحن عليه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحض على طعام المسكين ليس مكذبا بالدين، وإذن هو مؤمن بيوم الدين وبيوم الجزاء. وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان بالله رب العالمين. فمن أراد أن يبر أبويه بعد موتهما أو في حياتهما وكان متيسرا، يسر الله رب العالمين له الرزق وأجرى عليه أخلافه، فلا عليه أن يتصدق عن أبيه المتوفى عن أمه المتوفى بفضل الله رب العالمين بما ييسره الله رب العالمين، يكفل باسمهما مع الله رب العالمين، ولا يشترط أن يكون ذلك صراحة وجهرا، وإنما بنيته يدفع هذه الأموال بكفالة هؤلاء الأيتام ليصل ثواب ذلك إلى روح أبيه أو روح أمه برحمة الله رب العالمين، فيصل إن شاء الله رب العالمين، لأنه من ابن دار فهذه واحدة، وأما الثانية لأن ثواب الصدقة يصل إلى المتوفى من أي متصدق كان، ولا يشترط أن يكون الذي يتصدق هو ابن المتصدق عليه أو ابنته، وإنما إذا تصدق مسلم عن مسلم فإن ثواب الصدقة يصل بفضل الله رب العالمين وقضاء الديون وما أشبهها.